وفي سوريا حقق نادي سلمية الفوز على نادي عفرين بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأولى من إياب المجموعة الخامسة لدوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم. ففي المباراة التي جرت على أرضية ملعب حماة الصناعي وبعد مباراة متكافئة، تمكن اللاعب أحمد كحيل من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 43 من الشوط الأول من هجمة مرتدة. وفي مباراة ثانية من نفس المجموعة انتهت قمة المجموعة بين المتصدر ووصيفي عمال حماة ومصفات بانياس بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. وبنهاية الجولة بقي نادي عمال حماة في صدارة المجموعة بسبعة نقاط متقدما على مصفات بانياس الثاني بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد عفرين عند أربع نقاط في المركز الثالث متفوقا على سلمية الرابع بفارق الأهداف.